إن في شرعنا الطهارة هي شطر الدين، الطهور شطر الإيمان، شطر ديننا النظافة الطهارة. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قسم الإيمان ودرجاته قال: الإيمان 74 شعبة أو 60 شعبة. قال: أعلاها، أعلى درجات الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها أي من الإيمان ومن شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. لو أن الإنسان مشى في طريق ووجد فيه أذى، قذارة، حجارة، شوكا، عظما، أي شيء يلوث الطريق. اليوم عندنا هذه القراطيس والمناديل والعلب والكراتين وغيرها، بعض الناس ربما يمشي في طريقه ويرى مثل هذه القمامات وهذه القاذورات وهذا الأذى فلا يبالي، يظن أن الدين لا علاقة له بهذا. لو احتسب الإنسان الأجر لنال شعبة من شعب الإيمان. قال: وأذناها إماطة الأذى عن الطريق. من منا فكر بهذا الفضل؟ من منا إذا مشى في السوق أو في الطريق أو يمر في الحارات فرأى بعض الأذى لا يراه أحد من الناس، لا يريد جزاء ولا شكورا، بل حتى لو رآه الناس لا يبالي إن رأوه على منظر ربما ينزعج منه الأكثرون. أنا الحين أعمل عمل المنظف الزبال أجلكم الله، إيش فيها؟ هذا العمل قد يدخل الإنسان بسببه جنة عرضها السماوات والأرض. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المعروف قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وذكر من ضمن الأعمال قال: ولو أن تنحي أذى عن طريق المسلمين. مشيت في طريق يمر به الناس، هذا الطريق لو أزلت منه الأذى يعتبر من المعروف ومن الأجر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي أعمال أمتي. رأى أعمال أمته في المعراج، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسنات ورأى السيئات. قال: فكان مما رأيت من محاسن أعمالها. شوف، ما انتبه أو ما التفت النبي إلا إلى هذا ونبه الناس إلى هذا. ليش؟ ديننا دين طهارة، ديننا دين نظافة، ديننا نظام ترتيب، كل شيء نضعه في مكانه. قال: ومما رأيت من محاسن أعمالها. الأذى يماط عن الطريق، الأذى يماط عن الطريق. ما ترك النبي لنا في هذه الأمة في ديننا خيرا إلا ودلنا عليه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النظافة، الطهارة، طهارة الطرقات هذا من ديننا، طهارة بيوتنا من ديننا، طهارة أبداننا من ديننا، طهارة أجسادنا من ديننا، ثيابنا من ديننا، وثيابك كما قال الله عز وجل: فطهر إن الله يحب التوابين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. تريد جنة عرضها السماوات والأرض؟ انظر لهذا الرجل، مر في طريق وهو يمشي فرأى غصن شوك يؤذي المسلمين، يؤذي المارة، يؤذي الناس المؤمنين، فنزل من دابته. هذا يذكره النبي في الأزمان السالفة، يقول: فنزل من دابته وأخذ يقطع الشجرة وأزاحها، قطع الشجرة وأزاحها عن طريق المارة من الناس، ثم أكمل طريقه. تعرف ماذا عمل الله عز وجل له وكيف أجره؟ غفر الله له ذنبه وأدخله جنة عرضها السماوات والأرض. أحيانا تمشي بسيارة، تمشي بالسيارة.